جميعكم تستاهلوا الفوز. نستقبل الآن الأمهار، عمر سنتين وثلاث سنوات، في أرض الميدان في هذه اللحظات. انتظار الآن دخول أول الأمهار المتأهل في الأرض ميدان. Yeah.
اللحظات الحاسمة لهذه البطولة، بطولة الأمهار بعمر 2 و3 سنوات، البطولة قبل الأخيرة. نتابع، ننتظر ونشجع. النهايات في هذه اللحظات، اختيار الأبطال المتأهلين من الفئات. ننتظر وإياكم أعزائي الحضور النتائج النهائية من لجنة الانضباط. كونوا معنا، لحظات سوف يتفضل المهندس عمر حسن درة مالك مزرعة درة، مشكورا بتتويج الفائزين بعد على النتائج. This program is offered by المهندس عمر حسن درة مالك مزرعة درة، ليتفضل بعد على النتائج بالتتويج. إذن نبدأ الآن بإعلان الأبطال الثلاث، ونبدأ البطل البرونزي. برونز ميدلز جوز تو كولد نمبر 144 عرب هوازن، ألف مبروك لمزرعة هوازن الميدالية البرونزية. يتفضل عرب هوازن الميدالية البرونزية. عرب هوازن هذا هو صاحب الميدالية البرونزية، الآن صاحب الميدالية الفضية سيلفر ميدلست جوز تو كولد نمبر 137 حرير الجابري، ألف مبروك لمزرعة الجابري الميدالية الفضية. أين أنت يا حرير الجابري؟ تفضل حرير الجابري، باركنا له ولمزرعة الجابري الرائعة. وننتظر صاحب الميدالية الذهبية جولد ميدلز جوز تو جولد نمبر 148 فخر البوادي،
الميدالية الذهبية بنادي فخر البوادي. ألف مبروك لمزرعة البوادي الرائعة، ألف مبروك أبو عادل، وألف مبروك عادل مزرعة البوادي المميزة والميدالية الذهبية. يتفضل المهندس عمر حسن درة مالك مزرعة درة مشكورا بتتويج الأبطال. مبروك للسيد أحمد عبد الرازق وأيضا للرائع عادل أحمد عبد الرازق، مبروك لكم الميدالية الذهبية، مبروك لمزرعة البوادي. مبروك لحرير الجابري الميدالية الرائعة، مبروك لمزرعة الجابري الرائعة، ألف مبروك للحاج محسن الجابري، ونبارك لمزرعة هوازن، ألف مبروك الميدالية البرونزي. آخر